في أشعياء النبي بيقول ايه؟ أشعياء 55:3: أميلوا أذنكم، أميلوا أذنكم، تعالوا اسمعوا، اسمعوا أن الرب يسوع المسيح فتحيا نفوسكم. طب ما أنا عايشة يا رب مش ميت. لا، بتكلم عن الموت الروحي، تحيا نفوسكم اللي هي ايه؟ الموت الروحي. أعاهدكم عهدا أبديا، عهد رحمتي الصادق. وبعدين بيتكلم بيقول ايه عليه؟ بيقول ان جعلت رقيبا على الأمة، انا ما حدش رقيب علي غير ربنا. مش فاهم يعني، قائد وصي علينا. طيب، وأمم كثيرة لا تعرفني تتبعني. وكمان في مزامير داود النبي: أمم لا أعرفها تتعبد لي. أيوة، احنا ما كناش نعرف ربنا، ما كناش من بني إسرائيل ولا يهوذا. يبقى الكلام ده على مين؟ على ابن داود. حتى كان دايما يقول له الرب يسوع المسيح يا ابن داود. بيقول ايه؟ أشعياء 34:6: فتشوا كتاب الله فهو الذي وضع الكلام في فمي واللي اتنبأ على بوجي. انا ما بيجيبش حاجه من عندي، لا هو ولا اي نبي. مين اللي حط الكلام على بوجه والف الكلام ده؟ ربنا. اوكي، طيب بيقول ايه؟ اسمع في مزمور 5:8-9: الرب الاله حين يتكلم بالسلام، ملك السلام. هيتكلم بايه؟ بالحرب، بالسلام. الحرب بتاعته هو، واللي بيزرع شر وحرب هيلاقي شر جوه بيته. لشعبه بيتكلم بالسلام، لشعبه اللي هم بني اسرائيل، وللذين يتقونه من الامم. احنا من الامم بنتقي الحمد لله. طيب، فلا يرجعون للحماقة. احنا الامم ما نرجعش الحماقة ولا شعبه. خلاص، خلاص. قريب ممن يخافون، ومجده يسكن في ارضنا. الارض دي فيها مجد، انه مات والصلب، الصلب ومات وجيم، ده glory victory. طيب، الاشرار لا يثبتون في الدينونة. ليه؟ يوم الدينونة تعال على جهنم، الرحمة والحق تلقيا. ايه الحكاية دي؟ اصل الحج هو العدل، اللي ياكل التفاحة دي بر وهيموت. طب وبعدين؟ ابونا ادم ضحك عليه من الحية، وهو برضو غلطان انه سمع كلامه. طب نعمل ايه؟ قال لك العدل قال للرحمة، والرحمة جات له. طب انا اقول لك على حاجة، قال انا ابني الوحيد هو اللي هينزل اقنوم الابن ويموت مصلوب عشان ان احنا كلنا محكوم علينا بالموت. ما جيبش واحد محكوم عليه بالاعدام يقول انا هموت عشان فلان. طب ما انت اوريدي ميت. انا عشان يجي نبعت رئيس ملايكة لازم يكون ايه؟ لحم ودم. لحم ودم ازاي؟ دي كانت معجزة. لذلك هو بيقول ايه؟ من صدق خبرنا؟ محدش هيصدق ان ربنا يمكن يجي انسان ويتولد. طب لما ظهر لابونا ابراهيم في شكل واحد راجل، والملاكين برضو كان مع شكل واحد راجل، يعني ظهر. لكن انه يجي وطفل ويرضع من ثدي امه، الكلام النبوءة اللي هي كانت في نشيد الانشاد دي كانت غريبة. يبقى الرحمة والحق تلقيا وتكلموا، ومين ينزل عشان خاطرنا؟ وينزل غلبان. ست العذراء ما كانتش عايشة في قصر، ولا كانت ملكة ارضية، ملكة سماوية. يقول لك ايه؟ ربنا جاي مصر راكب سحابة. هو هي ست العذراء اللي شايلاه، السحابة على سحابة، هي اللي شايلاه على ايد الست العذراء. والاوسان تتكسر اول ما تشوف وتترعب. حصل تمثال رمسيس الاول والتاني بومتش اتكسرت. لان ده ابن الله. والشيطان وهم راكبين في مركب عند المنيا حب يتاكد ان هو ابن الله ولا لا، فزج عليه حجر. فطفل نونو عمل ايده كده اهو، فاتطبعت في الحجر. هو في ايد ممكن تتطبع في الحجر؟ الحجر ده موجود حتى الان في المنيا، في الجبل بتاع ست العذراء. اظن ده يعني كده برضه الشيطان عمال شاكك هو ولا مش هو. حتى على الصليب قال للص ايه؟
روح قول له وقول له وقول له لو انت نزلنا وبتاع مش عارف ايه، وانقذ نفسك وانقذت ناس كتير، ولا كأنه سامع، كأنه اعمى مش شايفه، كأنه مش سامع. وهما بيشتموه، ده انت هرتوك وانت وانت. وزكريا النبي قال اللي هيجي يقول انه نبي اقتلوه، انت هرتوك، انت مجدف، احنا هنموتك وتفوه مش عارف ايه. ما قالش انا هرجع في كلامي، مش هصلب عشان ده انتوا ما تستاهلوش، ما حصلش. قال ده انا بموت فيكم، انا اللي قصيت قلبكم وعميت عينيكم عشان ما تعرفوش ان انا مين، ابن الله، عشان تودوني القيصر يصلبني. ده انا جاي في وقت بيحكمكم ناس مستعمرينكم عشان دمي ما يبقاش في رقبتكم انتوا. شوفوا الجمال، الدم علينا وعلى اولادنا، بص لهم كده، يا ناس يا اللي بموت فيكم. وبعدين يا lover people، يا جماعة اللي انا روحي فيكم، وقلت اللي يجي ناحيتكم خزج عيني، اغفر لهم يا ابتاه لانهم لا يعرفون. ما مش فاهمين، انا حاكمهم على حاجه هم مش عارفين، ده هو اللي غمالهم عينيهم كده، عارفين الاستغمية دي. طب ماشي، يبين الرب لما يتكلم، ملك السلام يتكلم بايه؟ بالسلام، مزمور 85:9. خلاص، طيب الرحمة والحق تلقي، العدل والسلام تعانق، خدوا بعض بالحض، العدل والسلام. اصل كان في زعل بينا وبين ربنا وخصام، عشان يحصل سلام كان لازم نصالح، يبقى العدل اتعمل، ان الموت شاله هو عننا، عشان كده بنقول عليه ايه، حمل خطايانا واثامنا ايه، تحملنا، ونقول عليه ان هو كامل واعمى. ايه يا اخويا ده الكلام الملخبط مش فاهم؟ لا، ده هو كامل وطاهر وبر، هو الله نور نقي، بس هو شال خطايانا ومعاصينا والحاجات دي. طيب يبقى كده حصل عدل وحصل مصالحة وتشد الهيكل، والناس شافوا، رئيس الجند قال لي ده فعلا ده ابن الله. ايه يا عم انت ده، اصل رئيس الجند الروماني كان من اليهود الغناء اللي معاهم جنسية رومانية، وامن، امنت بك يا رب، وهو على الصليب لسه اليمين. قال لي ايه ده، ايه اللي بيحصل ده، اول مرة، خدني معاك يا رب، اذكرني معاك يا رب. يا حرامي، حرامي في الارض وحرامي في السماء، 10/10. طيب يبقى هنا ايه بيقول لك، الارضنا تدي غلال ايه، الغلة بتاعتها روحية، بتكلم عن رب يسوع المسيح، الحق من الارض ينبت. لو اجين لولو صغنون كده بدأ يكبر يكبر يكبر، نون صغنون، فهو كبر، بس ده مش معناه انه كان صغير عمره. ولما الروح القدس حل عليه يوحنا المعمدان، اللي ربنا قال هرسل ملكي امامه، يوحنا المعمدان قال ايه، قال انا مش مستحق ان احل حذائك. وتلاميذه عارفين ده، وقال ده بيعمل معجزات، ده بيقاوم الموتى، ده وده هو، ولا نستنى واحد غيره. فقال لهم روحوا قولوا له واسألوا، قال لهم العمي يبصرون والعرج يمشون والموتى يقومون، في ايه تاني؟ ما قال في ايه، خلاص هم كلها ساعات قليله، والصلب واموت واقوم وانزل بالدم تحت بتاعي وافك اسر الشيطان واطلعك الهوى من كانوا تحت، حتى صملي النبي بجلاد قدره في القبور تحت في الهوى جف العلوم الشيطان علينا حكم. وده اسمه ايه، الحقود، بدمه راح مطلعنا في الهوى. جه في حزقيال 37 قال لم الارواح من الهوى، اللي طلعها بدمي افك اسركم، زكريا النبي. خلاص الكلام ده قلناه وهنقوله في الحلقه اللي بعد دي. اذا الرب يسوع المسيح هو الرب، اوكي. مين صدق خبرنا؟ لازم انتوا اللي تصدقوا، اللي خلانا احنا الاممين صدقنا. الله يفتح عين قلبكم، من يستطيع ان يفهم ان لم يفهموا الله، وتقبلوا الابن حتى لا يغضب الاب، مزمور 2.